السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله سوف نتحدث عن التحديث الجديد والذي سبق أن شرحته من قبل. تمت إزالة هذه الميزة، لكن تم إعادة إضافتها إلى البروفايلات الخاصة بحساب الفيسبوك كما يظهر لكم هنا. هذا حسابي الأول، ثم الحساب الثاني الخاص بتظهر فيه العلامة الخاصة بالميتا فيريفيد. هذه الأداة كما قلنا، إذا أردت أن تقوم بالحصول على شرط التحقق لحسابك أو لصفحتك على الفيسبوك، يجب عليك أن تقوم. قالت الميتا في بيان إن خدمة ميتا فيريفيد ستمنح المستخدمين شارة الزرقاء بعد التحقق من حساباتهم باستخدام هوية حكومية، وبالنسبة للتكاليف فهي 11.99 دولار شهريا على الويب، أو 14.99 دولار شهريا على نظام الأيزو، أي على حسب على الهواتف مثل الأبل أو كذلك الأندرويد المملوكة أو التابعة لشركة جوجل. لكن كما قلت، فإذا أردت أن تحصل عليها يجب عليك أن تتوفر بعض الشروط على البروفايل الخاص بك أو على كما قلنا الصفحة الخاص بك. هذا ما سوف نقوم بالتعرف عليه إن شاء الله في هذه الحلقة. سوف نقوم بالنقل عليها، أو في البداية سوف تقوم بالذهاب إلى البروفايل الخاص بك على حسابك على الفيسبوك. مثلا هذا هو الفيسبوك الخاص بي، تذهب إلى البروفايل الخاص بك بهذا الشكل، ثم تذهب مباشرة إلى هذه النقط الثلاث، تنقل عليه بهذا الشكل، ثم تقوم بالنزول الأسفل، سوف تجد هنا ميتا فيريفيد، تقوم بالنقل عليه بهذا الشكل. بعد ذلك سوف تظهر لك هذه الصفحة، يعني هنا بناء الثقة من خلال ميتا فيريفيد، شارة محققة. يمكن أن يشعر جمهورك بالثقة بأنك شخص حقيقي وتشارك قصص حقيقية. ماذا يقصدون هنا في هذه كما قلنا الفكرة الأولى؟ يعني يجب أن يكون الحساب الخاص بك حساب موثوق، يعني حساب حقيقي ليس مزيف، أو تقوم ب مثلا تقوم بتسمية الصفحة الخاص بك أو حسابك على الفيسبوك باسم فنان أو شخصية مشهورة، فذلك الحساب يعتبر مزيف. لذلك يجب أن يكون الاسم الخاص بك أو الصفحة الخاص بك موثوقة حتى يتم كما قلت حتى تتمكن من الحصول على شرط التحقق. هنا بالنسبة للاختيار الثاني، حماية معززة للحساب، لا تقلق كثيرا بشأن الانتحال الشخصية من خلال المراقبة الاستباقية للهوية. يعني إذا أردت أن تحصل على شرط التحقق فلن يستطيع أي شخص أن يقوم بانتحال حسابك. فإذا كان الحساب الخاص بك تظهر به هذه الفيريفيد، فيعني أن حسابك موثوق، ليس حساب مزيف أو شيء من هذا القبيل. بالنسبة للميزة الثالثة، للحصول على الدعم عند الحاجة إليه، يمكنك تلقي إجابة بشأن الأمور التي تهمك على النحو أكثر سرعة في الوقت الحالي، ويتوفر الدعم على ببعض اللغات فقط، منها الإنجليزية، الفرنسية، والألمانية، والبرتغالية، والإسبانية، ليست موجودة العربية كما يظهر هنا. بالنسبة للميزة الثالثة في هذه العلامة، وهي الملصقات الفريدة، يمكن تعبير عن نفسك من خلال الملصقات المتاحة فقط لمشتركي ميتا فيريفيد. يعني هناك بعض الميزات التي توجد في ميتا فيريفيد ولا توجد في الحسابات العادية، يمكنك الاستفادة منها من خلال كما قلنا هذه الملصقات الفريدة. بالنسبة للميزة الخاصة بميتا فيريفيد، لا تتوفر خدمة ميتا فيريفيد للأنشطة التجارية أو الأشخاص أقل من 18 سنة. يعني إذا أردت أن تقوم بالحصول على شرط التحقق يجب أن يكون الحساب الخاص بك ليس تجاريا أو لا يقل عن 18 سنة، يجب أن تكون إنسان راشد أو بالغ، مثلا تتوفر على 19 سنة فما فوق. للتعرف على جميع متطلبات الآلية للاشتراك في ميتا فيريفيد، يجب إرسال فيديو سيلفي وبطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية. يعني مثلا تقوم بالتقاط فيديو خاص بك وتقوم بإرساله لهم من أجل أن يتم تحقق من هوية الحساب الخاص بك، أو يمكنك أن تقوم
التقاط صورة للهوية الخاص بك أو جواز سفر أو رخصة القيادة من أجل. وقد تحتاج إلى تغطية بعض المعلومات هويتك والتصريح لنا بمعالجتها. تخضع المعلومات التي تقدمها لبنود وسياسة الخصوصية. هنا من أجل عملية الاشتراك تقوم بالنقر هنا على عملية الاشتراك بهذا الشكل مثلا. هنا يقول لك تأكيد الملف الشخصي، يعني هل هذا الحساب هو الذي تريد أن تقوم بالتحقق منه أو تريد أن يتم الحصول على شرط التحقق. كما تلاحظون هنا انستغرام متاح لكل من الفيسبوك وميتا فيريفيد، يعني فهو متاح حاليا. هنا يمكنك أن تقوم بعملية التسجيل، فأنا لا أريد أن أقوم بالحصول على هذه شرط التحقق لأن الحساب كما قلت حساب فقط لتعليمي إن صح التعبير. الآن سوف نذهب إلى مثلا هنا، فالميزة تظهر أيضا هنا نقيدة قمنا بالنقل عليها. أنا سوف أشرح لكم بعض التفاصيل حول هذه الميزة. سوف أضع لكم دائما سوف تجدون إن شاء الله موقال، وهذا المقال سوف تجدون فيه مجموعة من المعلومات المتعلقة بالحساب الخاص بنا. سوف نقوم بتطبيق بعض الخطوات إخواني الكرام من أجل مثلا التعرف على مزيد حول هذه شرط التحقق. نذهب إلى المساعدة والدعم، ثم نذهب مباشرة إلى هنا مثلا مركز المساعدة. وهنا تقوم بكتابة الحصول على شرط التحقق. على هذا الشكل ثم تنقر على هذا الخيار، وبعد ذلك هنا سوف يظهر لك مجموعة من الميزات أو مجموعة من الخيارات. أنت سوف تقوم بالذهاب إلى التحقق مثلا طلب الحصول على شرط التحقق على هذا الخيار الأول، وهنا سوف يعطيك مجموعة من التفاصيل هنا بالنسبة لبعض التعريفات حول كما قلنا شرط التحقق. يمكنك النزول إلى الأسفل، هنا المتطلبات للتقديم بطلب الحصول على شراء المحققة أو ميتا فيريفيد. هنا سوف يعطيك مجموعة من كما قلنا الشروط الواجب التوفر فيها، مثلا أن يكون الحساب الخاص بك حقيقيا وفريدا، كذلك كامل وبارز وغيرها من الأشياء الأخرى. هنا كما ذلك التحقق من رصيد أو عوائد أو تسجيلات أو غيرها، فنحن لا تهمنا تلك الأشياء. سوف نذهب مثلا هنا إلى ميزة الميتا فيريفيد على الفيسبوك على سبيل المثال. هناك أمر إخواني الكرام قبل أن نقوم بختام هذا الموضوع، فإذا لم تظهر لك الميزة على البروفايل الخاص بك على الفيسبوك فتأكد أنك قمت بتحميل آخر نسخة من الفيسبوك. يجب عليك أن تقوم بعملية الأوبديت للحساب الخاص بك على الفيسبوك، يعني يجب عليك أن تقوم بعمل أوبديت أو تحديث للتطبيق الخاص بالفيسبوك الرسمي، ليس اللايت، التطبيق الرسمي للحساب الفيسبوك. فبالنسبة لللايت لا تظهر هذه العلامة فيه. أنا سوف أريكم على سبيل المثال هذا الحساب الخاص بآخر. سوف نذهب إلى البروفايل الخاص بنا، نذهب إلى هذه النقط الثلاث، فإذا لاحظتم هنا فلا تظهر شارط التحقق في هذا كما قلنا الفيسبوك لايت، أما في الفيسبوك تطبيق خاص بالفيسبوك فتظهر هذه الميزة كما تلاحظون معي هنا، سوف تظهر لكم هنا ميزة فيريفيد. كذلك هناك أمر إخواني الكرام، هناك مجموعة من الأسئلة وكذلك مجموعة من الأفكار المتداولة على الصفحات على الفيسبوك وكذلك المجموعات. هناك أشخاص يقومون باستغلال هذه الفرصة، يطلبون من أشخاص أن يقوموا ب مثلا هنا مثلا أن يقوموا بعمل شارط التحقق لحساباته مقابل مبالغ مالية أو غيرها. فتأكد أخي الكريم أن ليس هناك أي شخص سوف يعمل على عمل لك شارط التحقق
من غير أن تقوم بطلبها من الفيسبوك. ويجب أن يكون الحساب الخاص بك فريد، يعني يكون حساب خاص بك لأشخاص مثلا مشاهير أو غيرها، فلن يحصل أي شخص على علامة أو شارة التحقق من الفيسبوك بدون كما قلنا بعض الشروط وكذلك بعض الواجبات التي يجب أن تتوفر في الحساب الخاص بك أو الصفحة الخاص بك. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الموضوع، أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.